صرحت وزارة الدفاع الأثرية يوم الأربعاء أن أرمينيا شنت هجوما على منطقة مكتظة بالسكان في مدينة باردا ذات اليوم، مما تسبب في خسائر فادحة. واتهمت وزارة الدفاع الأثرية أرمينيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقصف مناطق أخرى في أذربيجان، لكن وزارة الدفاع الأرمينية نفت شنها لهجوم على باردا. وحسب وكالة الأنباء الأرمينية، شن الجيش الأذري عدة هجمات على مدينة ستيبان كاكيرت في منطقة ناغورنو كاراباخ يوم الأربعاء، مما أدى إلى وقوع إصابات. وأفادت التقارير أنه منذ اندلاع النزاع في 27 من الشهر الماضي، بلغ عدد القتلى من العسكريين في منطقة ناغورنو كاراباخ 1068 قتيلاً. وفي 25 من الشهر الجاري توصل البلدان إلى اتفاق ثالث لوقف إطلاق النار، حيث اتفقا على تنفيذ جولة جديدة من وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية اعتبارا من الساعة 8 صباحا من يوم 26 بالتوقيت المحلي. إلا أن الاشتباكات في المنطقة لم تهدأ، ولا يزال الجانبان يكيلان التهم لبعضهما البعض بخرق وقف إطلاق النار وشن هجومات.